تشكلت من نواب نينوى البالغ عددهم 34 نائب، لجنة تقصي الحقائق تشمل تقصي الحقائق عن الجهات الجهة الأمنية والخدمية والنفسية والإنسانية والتربوية. أخذنا عدة أبواب، بدأنا بالجانب الأمني، تشكلت لجنة من عدد من النواب لمتابعة الجانب الأمني، مجموعة أخرى للجانب الخدمي، مجموعة أخرى للجانب النفسي للمواطنين من اللي تشمل التربية والتعليم والخدمات. لحد الآن لم نبدأ بهذا العمل، الأسبوع القادم إن شاء الله تبدأ اللجنة بمتابعة عمله. هذا العمل من أجل تقصي الحقائق عن المبالغ الموجودة أو المصروفة لمحافظة نينوى، وأين أوجه الصرف، ولماذا هذا الدمار الموجود. لحد الآن لم يظهر أي إعمار في مدينة الموصل ولا في الأقضية والنواحي، لكن أنا الآن في المدينة القديمة لم أرى أي تحسن وأي تغيير. مر على التحرير ما يقارب السنتين، لكن مع الأسف الأموال المرصودة في جيوب الفاسدين، لا يوجد تخطيط جيد ولا يوجد نزاهة في العمل، ولهذا نرى بأن هناك تأخر في العمل وهناك عدم مصداقية وعدم تحسن في الوضع المعاشي ولا الوضع المادي ولا وضع الإعمار في محافظة نينوى وفي مدينة الموصل. بالنسبة للأموال التي رصدت لمحافظة نينوى مبالغ كبيرة، وبهذا الخصوص تم توجيه سؤال إلى أو أسئلة إلى محافظ نينوى من أجل معرفة المشاريع اللي أخذ عن المشاريع التي استلمها بموجب هذه الأموال وأين هي. وسنتابع بالنسبة للجنة تقصي الحقائق، سنقوم بمتابعة هذه المشاريع ونرى أينها وصلت ولماذا هذا التأخير ولماذا هذا الفساد في أعمار مدينة الموصل.